كارم، أهلا وسهلا بكم إلى حديث دمشق. وسوريا تختم اليوم عامها الثالث من الحرب. لا نزعم في سحابة ساعة واحدة من الحديث مع ضيوفنا التأريخ للأعوام الدامية التي عرفتها سوريا وتعرجاتها من الاحتجاج السلمي فالعسكرة إلى الحرب المفتوحة على مصراعيها. فلم تتوقف المراصد عن إحصاء مبلغ الدماء التي سفكت ولا الإعمار الغزير التي قصفت. أما الأرقام القتلى فلم تعد تنتزع صيحات الاستنكار أو آهات الأسى منذ أن تجاوز الرقم 100,000 وأكثر، وبعد أن صار ثلث الشام نازحا بين ركام الداخل ومهانة اللجوء إلى الخارج. ولكن مع ضيوف اليوم من باريس مع الدكتور هيثم مناع رئيس هيئة التنسيق في المهجر، ومن دمشق الدكتور مهدي دخل الله وزير الإعلام السابق، ومن اسطنبول عبر الهاتف ملهم الدروبي عضو الهيئة السياسية أو عفوا عضو المجلس الوطني السوري المعارض. مع ضيوفي الذين أرحب بهم، أولا نحاول الإجابة على بعض الأسئلة البديهية التي يطرحها السوريون وهم يلجون العام الرابع من الحرب دون أن تتبين المخارج من خنادق القتال ولا صورة التسوية التي تنقذ سوريا من حصيلة أفظع من القتل والدمار تنتظرها طالعة كل نهار. وعلى امتداد الساعات، وقد لا تكون ساعة المراجعات قد حانت بعد لكثيرين ممن كانوا في مقدم المشهد السياسي والعسكري وهم ينتظرون استراحة المحارب لجلاء دروس ما أتى وما سيأتي. وأود أن أبدأ مع ضيوفي بسؤال أرغب منهم أن يأخذوا مسافة من السياسة وأن يجيبوا بأكبر قدر ممكن من الصدق كسوريين وليس كسياسيين. دكتور مهدي ودكتور مناع، لو علمتم إلى أي خراب كانت ستقود الخيارات التي دافعتم عنها، أي عشرات الآلاف من القتلى والحصيلة التي ترونها من الدمار والموت والنزوح في سوريا، هل كنتم ستختارون الطريقة نفسها؟ وهل من اختار العسكرة سيعيد الاختيار؟ وهل من اختار الحل الأمني سيعيد الاختيار نفسه؟ دكتور مهدي دخل الله، من فضلك بداية بعد الفاصل صغير تجيب أنت على السؤال. أوكي. تفضل دكتور مهدي. طبعا دراسة حقيقية وموضوعية لما يجري في سوريا من حيث المبدأ ليس السوريون هم المسؤولون عما يجري، وإنما هي مؤامرة تتدخل فيها أكثر من 100 دولة، وخاصة دول إقليمية تملك الأموال وتملك السلاح وترسل المرتزقة. نحن نتحدث عن 100,000 مرتزق في سوريا حسب إحصائيات المجلس البريطاني للدفاع. وأنا يعني أعتقد وأظن أنه كيسنجر مرة قال يعني هذه الأموال لو صرفت على فتنة في سويسرا لحصلت هذه الفتنة. المسألة ليست فقط كيف ما حصل في سوريا، وإنما المسألة الحقيقية المدهشة هو صمود الشعب السوري طوال هذه الفترة في حرب من نوع جديد، حرب تستخدم حتى الإرهاب والمرتزقة وجميع أنواع والمقاطعات السياسية والمقاطعات الاقتصادية. لاحظي على سبيل المثال أن روسيا تستقبل المعارضة وتستقبل ممثلي الدولة السورية، بينما الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا وجميع هذه الدول بما فيها بعض الدول العربية ترفض أن تستقبل ممثلي الحكومة وتستقبل معارضة وتدعمها، ويريدون أن يكونون وسيطا نزيها في الأزمة السورية. إذن المسألة هي مسألة حرب تشن على سوريا عبر الإرهاب، بغض النظر عن سلبيات النظام السياسي أو القضايا التي هي موجودة في سوريا. في النهاية هذه القضايا موجودة في جميع الدول العربية، وأكاد أقول أن سوريا النظام السياسي في سوريا ربما النظام السياسي السابق وليس النظام السياسي الحالي. النظام السياسي الحالي هو نظام ديمقراطي 100% ويطبق كل المعايير الديمقراطية، لكن حتى النظام السابق نظام المادة الثامنة كان إذا قارنتيه بجميع الأنظمة العربية ربما هو أفضلهم، يعني خلينا نقول باختصار ربما هو أفضل السيئين. لذلك المشكلة لا تتعلق بمشكلة نظام سياسي وبمشكلة ثورة شعب وباحتجاجات، وإنما المشكلة هي حرب شنت على سوريا، والمدهش هو صمود وتصدي الشعب السوري وعلى كل سوري سواء كان في المهجر أو في الداخل أن يفخر بأن شعبه هذا الشعب السوري الأبي المعروف صمد
في وجه هذه الحرب الكونية الإرهابية المدمرة. ولكن يعني سأكمل معك النقاش دكتور دخل الله حول هذه النقطة. هناك من يقول بأن النظام منذ البداية اختار الحل العسكري والأمني، وأنه لم يفسح مجال حتى للحوار مع الأطراف الأخرى الموجودة، أو على الأقل الأطراف التي خرجت باحتجاجات سلمية. ولكن دكتور مناع، بعد 3 سنوات تقريبا على بداية الحراك في سوريا وبداية الأزمة في سوريا، حضرتك كيف بتقيم موقفكم في هيئة التنسيق الوطنية؟ هل أنتم إلى الآن متصالحون مع ما اتخذتموه منذ البداية من مواقف؟ بحب أبدأ بثلاث ملاحظات صغيرة. فضل. الملاحظة الأولى، ذكرتي بأنها دخلت عامها الثالث من الحرب. الحرب لم تكن في 18 آذار 2011. كان هناك تظاهرة عفوية قام بها الناس للدفاع عن كرامتهم، للدفاع عن حريتهم، ولم يأتي ذلك بإشعار من أحد، لأن الطلب الخارجي على الفيسبوك كان بال15. لكن نحن ما لنا مثل أحمد الجربة، يعني من نعيد اليوم، نحن من نعيد بال18، لأنه مش على الفيسبوك بتصير الثورات وإنما بالأرض. لذلك بقول تحية لكل أبناء محافظة درعا اللي أطلقوا شرارة الحراك المدني السلمي من هذه المدينة، وكانوا يصرخون سلمية ولو قتلوا كل يوم 100. فالتاريخ هو 18، والحرب لم تكن في 18، لأن الحرب لا تكون من طرف واحد. التسليح بدأ بعد ذلك بكثير. النقطة الثانية اللي بحب أقولها، أنا بالحقيقة أحسد الأخ مهدي دخل الله على أنه بعده صامد على أطروحة المؤامرة. يعني حقيقة بدأ تمساح سياسي للتمسك بنظرية المؤامرة بعد كل ما رأينا، لأن الوضع العربي العام كان وضعا ثوريا من الماء إلى الماء. وعندما تحركت الناس في البحرين لا يمكن أن نقول أنها مؤامرة على النظام التقدمي في البحرين، وعندما تحركت في مصر لا يمكن أن نقول أنها قامت ضد نظام الممانعة في مصر. كذلك الأمر في باقي الدول العربية، والبداية كانت في تونس ضد أكثر حلفاء الولايات المتحدة في المغرب العربي تماسكا وإخلاصا. من هنا فلنضع هذه النظرية، لأنه أصبحت أسطوانة مشروخة ومتعبة. لكن بالتأكيد في أي وضع في بلد مثل سوريا، في من الخطر الاستراتيجي ما يشكل اهتزازا ليس فقط في الوضع الإقليمي وإنما في الوضع الدولي برمته كما رأينا. كل طرف إذا حدثت فجوة أو ضعف سيمد يده ليتدخل. لذا نحن أطلقنا، أنا أطلقت بشهر نيسان قبل أن يكون هناك أي طلقة رصاص من المجتمع السوري، أطلقت صرخة لا للعنف، لا للطائفية، ولا للتدخل الخارجي، لأننا نعرف مخاطر التدخل الخارجي في بلد حساس ومهم بقدر ما هي مهمة سوريا. نعم، ولكن بالمقابل العديد من الناس ذهبت إلى القصر الجمهوري لتنصح الرئيس بأن يفهم بأن سوريا لن تكون استثناء لوضع عام. نعم، ولكن دكتور في المنطقة كلها دكتور مناع، ولكن للأسف ما كان في حدا يسمع. ولكن بالمقابل هناك من يقول بأنه حتى عندما فكر النظام أو أطلق مجموعة من الإصلاحات أطلقتها الحكومة السورية، لم يكن هناك من ينتظر هذه الإصلاحات، وكأنه كان فقط الهدف هو إسقاط النظام. وأنت قلت دكتور مناع في مقابلة لك منذ بداية الحراك في سوريا بأنه تم عرض التسليح عليكم، ثم قلت منذ البداية أن النزاع سيكون طويلا، أليس هذا كلامك؟ طبعا
طبعا لم أتصور في يوم من الأيام أن سقوط النظام هو بضربة عصا موسى. وقلت للناس جميعا اللي كانوا يقولوا جمعتين وبيسقط حاج تبيعوا وهم للناس، من مثقفين جامعيين إلى شباب بسطاء في 19 من عمرهم. كنا نقول لهم هذه قضية طويلة ونضالكم السلمي يجب أن يكون طويلا، لأننا سنخسر سوريا إذا تسلحت. وإذا تسلحت سوريا ستصبح ألعن من الصومال، وبدها تصير الناس تتحدث عن السريانة بدل ما تتحدث عن الصومال اللي تضرب المثل بسوء الوضع الذي نصل إليه. سوريا مفتوحة الحدود ومعظم جيرانها ليسوا بعلاقة جيدة معها، وهي في تحالفات كانت ضد الطبيعة خلال سنوات طويلة بالنسبة للعديد من الأنظمة والعديد من القوى الدولية المهمة، وبالتالي لا يمكن أن تترك هكذا. نعم. لكن نعم. السلطة فتحت المجال، فتحت المجال من أجل أن يكون هناك تدخل. طيب. وليكون هناك عنف. نعم. وليكون هناك طائفية. طيب. فكرها أنه تصير هي الطرف الأنظف في المعادلة. طيب سيرد عليك دكتور دخل الله عن هذا الموضوع، إذا ما كانت فعلا يعني الحكومة السورية هي من فتحت باب التدخل أو حتى دخول ربما عناصر إلى الصراع. ولكن أنتقل إليك أستاذ ملهم الدروبي، في العامين الأولين من الـ يعني الأزمة السورية كان هناك قناعة لديكم أنتم في المجلس الوطني وأيضا في الائتلاف السوري المعارض فيما بعد أن التدخل الخارجي قادم وأنه لا داعي لأي حوار مع النظام، وحتى عندما ظهر بيان جنيف واحد في حزيران 2012 كنتم بناء على هذه القناعة، وكان هناك لديكم يعني بأنكم لم تذهبوا إلى تفاوض مع النظام على اعتبار قادرين على قلب المعادلة. ربما زاد هذا الرهان على التدخل الخارجي مع أزمة الكيماوي، ومن ثم بينت الصفقة الروسية الأمريكية بأنه وهم. هل كانت فعلا يعني الرهانات على التدخل الخارجي وهما، أم أنه ربما يعني تقييم خاطئ لكم وربما أوهمتم به لتسريع إسقاط النظام؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أنا أثني على كلام الذي وصف بداية الثورة بشكل صحيح، وأؤكد أن الثورة فعلا بدأت واستمرت سلمية لمدة عام كامل. وأذكر ربما للمرة العاشرة على منبر قناة الميادين أنني شخصيا ب 27/4/2011 قرأت البيان ودعونا بشار الأسد لإجراء الإصلاحات، لا بل قلنا له أننا سننتخبك وأن الشعب السوري سيعتبرك بطلا قوميا، وإذا لم تقم بهذه الإصلاحات فإننا سنحملك كل ما سيتأتى من بسبب تعنتك وعدم إصغائك لمطالب الشعب السوري العادلة. ثم في نهاية شهر مايو من نفس العام 2011 أيضا طالبناه بالتنحي وتسليم سلطاته لنائبه، وكانت كل هذه الأمور سلمية استمرت سلمية لمدة عام كامل. الآن جواب على سؤالك فيما يخص التدخل الأجنبي والمراهنة على التدخل الأجنبي، أذكر أيضا أننا لمدة أكثر من عام كنا نحدد الأطر الأربعة للثورة السورية، وكنا نقول أن هذه الثورة هي ثورة وطنية، أي ليست نخبوية وليست حصرا على فئة دون أخرى، وأن هذه الثورة ثورة سلمية، بمعنى أننا نرفض التسلح ونرفض الإجرار إلى العمل العسكري. وكان الإطار الثالث، أذكر أيضا أننا نحرص على وحدة التراب الوطني السوري، والإطار الرابع أننا نرفض التدخل الأجنبي العسكري. حقيقة الأمر أن من استجر سوريا إلى التدخل الأجنبي هو بشار الأسد، هو الذي جاء بالإيرانيين، هو الذي جاء بحزب الله، هو الذي جاء بالفضل أبو العباس، وهو الذي جاء بالمرتزقة من باكستان والحوثيين وغيرهم. هذا لا ينفي طبعا أن هناك من جاء من الطرف الآخر من شتى بقاع الأرض، لكننا لسنا نحن الذين أتينا بهم، لكن رحبتم بهم أستاذ ملهم.
رحبتم بهم واعتبرتوهم يعني بندقية من بنادق الثورة ومجاهدين وأخوة، وهم يعني القوة التي ستسرع بإسقاط النظام، ويعني تم احتضانهم وتم أيضا التهليل لهم. وحتى الآن يعني هناك من يقول بأنه حتى على مستوى الاستنكار لممارساتهم أو لأفعالهم على الأرض تكون خجولة من قبلكم، يعني لا يكون هناك أدنى أو بالأحرى على الأقل ليس هناك تساوي في ردة الفعل بين الممارسات التي تمارسها هذه الجماعات وبين ممارسات أخرى يتم التهليل لها. يعني إذا أنت بدك تسأل وأنت بدك تجيبي ما في داعي أتكلم أنا. لا لا تفضل بس. سأليني عن رأينا في التدخل. تفضل. نعم أنت سألتيني عن رأينا في التدخل الأجنبي وأنا أجبت بتسلسل الأحداث كيف كانت سلمية وكيف كنا نرفض العمل العسكري وكيف كنا نرفض التدخل الأجنبي، إلا أن بشار الأسد هو الذي استجر التدخل الأجنبي إلى سوريا. هو الذي كما ذكرت أتى بكل هؤلاء. عندما بدأ بشار الأسد يقتل بالشعب بشكل يعني فاق كل الجرائم، أصبح من واجب المجتمع الدولي أن يقوم بحماية المدنيين الأبرياء. نحن لم يكن باستطاعتنا صد هذه الآلة العسكرية التي يستخدمها بشار من قوات جوية، من قنابل براميل البارود، من الصواريخ بعيدة المدى. ليس لدى الشعب السوري الذي خرج مسالما يطالب بحرياته، ليس لديه هذه العدد التي يمكن أن يدافع بها عن نفسه. لذلك وجب على المجتمع الدولي أن يدافع عنه. نحن كمعارضة سياسية لا يمكن إلا وأن نطالب المجتمع الدولي أن يقوم بواجبه في حماية الأبرياء. هذه كل القضية. يعني ولم تستدعوا التدخل الخارجي بالمقابل، يعني فقط كنتم تطلبون الحماية. نحن كنا نطالب أن حقوق الشعب السوري يجب أن تحترم، مطالبه بالحرية والعدالة يجب أن تنفذ. رد فعل وإجرام بشار الأسد مقابل هذه المطالب التي يعني هي مطالب عادلة، قابلها بالبارود، قابلها بالرصاص، قابلها بالقنابل، قابلها بالصواريخ. لابد لهؤلاء من حماية، وحماية هؤلاء تتم من خلال البند السابع للأمم المتحدة، لأن واجب المجتمع الدولي أن يحمي الأبرياء في أي مكان. طيب البند السابع أستاذ ملهم، يعني أنا مضطرة أطول معك شوي لأنه حضرتك مش كتير باقي معنا، ولكن البند السابع ألا يكون هو استدعاء لتدخل خارجي؟ عندما خرجت جمعة الحظر الجوي وجمعة التدخل الناتو وجمعة التدخل العسكري أو التدخل الخارجي وخرجت في الشوارع، ألم تكن هذه استدعاء للتدخل الخارجي؟ ولم نكن طبعا في هذه المراحل من تطور الصراع عسكريا على الأرض. نعم عزيزتي، أنا بدي أسألك، أنت لو كنت في الصحراء وجاء وحش كافر وليس بين أيديك أي وسيلة للدفاع عن النفس، ألا يمكن أن تستجيبي بأي شخص ولو كان أجنبيا؟ نعم. هذه حال الشعب السوري. الشعب السوري كان أعزل، الشعب السوري يطالب بشكل سلمي وبشكل حر وبشكل حضاري بحقوقه وبالديمقراطية، كان يقابل بإجرام وحشي. طيب. لذلك من حقه أن يطالب المجتمع الدولي أن يقوم بحمايته. طيب. يعني الأمر بهذه البساطة. أما نظرية المؤامرة الذي يعني تفضل بها ضيفك في دمشق، يعني أعتقد أن الدكتور هيثم مناع أجاب، وأن هذه الأسطوانة أصبحت مشروخة ويعني أصبحت قديمة ولا يمكن لأحد أن يصدقها بعد الآن. يعني بكل أحوال سأنتقل إلى الدكتور دخل الله. دكتور مهدي، تفضل حضرتك رد على هذا الكلام بأنه هناك أطراف تعتبر بأنه ما حدث في سوريا هو ليس مؤامرة خارجية وإنما هو حراك سلمي انتقل إلى مواجهة بالعنف، ومن ثم كان هناك ربما استدراج للتصلح لكل الأطراف. يعني لا أصدق أنه الآن في العالم بعد 3 سنوات من هذه الحرب على سوريا من لا يزال يقول أن ليس في الأمر مؤامرة، وكأن هذه الدول الكبرى التي تحارب سوريا عملية الآن فقط تحارب لكي من أجل مظاهرة أو من أجل أي شيء آخر. طبعا أنا لا أريد أن أجيب على ما طرحه ضيفك في إسطنبول، يبدو المطرود من جدة لأنه عضو منظمة إرهابية في إطار قوانين 3 دول هي مصر وسوريا والسعودية الآن. لكن بالنسبة للدكتور هيثم، يعني إن كان يدري فتلك مصيبة وإن كان لا يدري فالمصيبة أعظم. أنا كنت سفير في المملكة العربية السعودية قبل الأزمة،
وكان يأتيني شباب سوريون يعملون لدى أمراء من الدرجة الأولى من الصف الأول قبل الأزمة بحوالي 6 أو 7 أشهر، وكانوا يقولون لي أنهم خائفون جدا. أقول لهم ماذا؟ يقولون أن الأمراء يقول لهم إذا كان لدى أحد منكم أب أو أم فليجلبه إلى العربية السعودية، لأن سوريا قادمة على تدمير، سوريا سوف تدمر. نعم يا دكتور هيثم، سوريا استثناء عن الدول العربية الأخرى، لأنها بالنسبة للمواقف الدولية وبالنسبة للسياسة الدولية هي دولة مقاومة، دولة ممانعة، دولة دعم للمقاومة، هي دولة مستثناء أو استثنائية في المنطقة، ودولة محاربة ليس من الآن، منذ السبعينات وقبل ذلك وفي الثمانينات وفي التسعينات وفي 2005 هي دائما عرضة لهذه المؤامرات، لكن في النهاية توصلت هذه المؤامرات ربما بعد يعني الربيع العربي والحال هذه إلى تحويل المؤامرة إلى حرب كونية إرهابية على سوريا. وأنا أقول لك منذ أيامها الأولى في درعا أن كان هناك مندسين بين المتظاهرين يطلقون الرصاص على المتظاهرين وعلى قوى الأمن، ووقع شهداء من قوى الأمن ومن المتظاهرين عدد كبير في الأيام الأولى. وهذا السيناريو الآن يحدث في مصر أيضا، بداياته يحدث في مصر. لذلك إنكار أن هناك مؤامرة على سوريا ومحاولة الانتهاء من سوريا كظاهرة استثنائية في السياسة الإقليمية، وأنا هنا لا أتحدث إنشاء، وإنما يعني إذا أردت أن تعرف من أنت أعرف من أصدقائك. هؤلاء الآن في سوريا الذين يحملون السلاح من يؤيدهم؟ تؤيدهم الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا، تؤيدهم المملكة العربية السعودية والرجعية العربية وقطر، لا تؤيدهم قوى قومية ولا تقدمية ولا قوى ناصرية ولا قوى اشتراكية ولا أي قوة تقدمية في العالم، بالعكس القوى التقدمية تقف ضدهم، حتى وصل بهم الأمر إلى الطلب من إسرائيل بأن تتدخل. اليوم سمعنا أحدهم يطلب، يرجو إسرائيل التدخل. وأيضا في إسطنبول من ألقى كلمة اليوم هو نادم وآسف أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تضرب شعبه ولم تضرب وطنه. هذه حقيقة القصة، وخاصة أن النظام بدأ بإصلاحات بنيوية. لدينا يا دكتور هيثم الآن الدستور السوري، قارنه أرجوك بالدستور الفرنسي، ولنجلس أنا وياك ولنناقش ما هو الفرق بين الدستور السوري الحالي والدستور الفرنسي وأي دستور ثاني في نظام شبه رئاسي، في جميع بنوده، في صلاحيات رئيس الجمهورية كاملة. يعني هذا هو، إذا أردنا أن نصل إلى حل فعلينا أن نكون موضوعيين وواقعيين. وإذا كنت يا دكتور لك ملاحظات على النظام السياسي السابق في سوريا، فاعلم أنه منذ عام 2012 لدينا نظام سياسي جديد. إذا كنت لا تحب ذاك النظام، لا أريد أن أناقش هذا الموضوع، فذاك النظام انتهى، ولدينا نظام سياسي جديد فيه قوانين جديدة وفيه دستور جديد. أرجو أن نناقشه ونقارنه بالدستور الفرنسي أو بالدستور. أما المشكلة أن بصراحة سوف أتحدث، أن في سوريا حزب كبير جدا، حزب له تقاليده النضالية، له شعبيته الكبيرة، هو سوف ينجح في الانتخابات ومرشحه سوف ينجحون. والأهم من ذلك أن هذا الحزب رغم نجاحه هو يأتلف مع غالبية الأحزاب في سوريا بما فيها بعض أحزاب المعارضة. أما من يريد والله أن يحصل في سوريا حسب رغبته فهذا شيء آخر. فلنترك الشعب، يعني الوصول إلى الحكم يكون عن طريقين، إلى السلطة عن طريقين، إما عن طريق العنف، والعنف يبدو أنه لم يستطيع الوصول إلى السلطة عن طريق العنف، وإنما عن طريق رأي الشعب. فتفضلوا إلى رأي الشعب، تفضلوا إلى صناديق الاقتراع. نعم دكتور دخل الله، يعني طبعا بالنهاية يعني حتى هذا أو الاحتكام إلى صناديق الانتخاب هي يعني ربما باتت إجماع دولي بمطلق الأحوال. أستاذ ملهم الدروبي، قبل أن نذهب إلى فاصل، يعني ايضا انتم لطالما ترددتم في يعني في موضوع الدخول في انتخابات او الاحتكام الى صناديق الاقتراع، طالبتم سريعا بتنحي الرئيس الاسد، لم تعترفوا حتى بالاصلاحات، ودائما كنتم تتهمونها بانها اصلاحات صوريه ولا معنى لها على الارض، وبان الحكومه او السلطه السوريه اختارت الحل الامني والعسكري دون ان تقدموا انتم بالمقابل ربما برنامج سياسي، مشروع سياسي على الأقل قادر كان على أن يأخذ الكتلة الأكبر من المجتمع السوري باتجاهكم. لا بل على العكس، يعني نحن تاريخنا منذ الخمسينيات كنا دائما نحتكم إلى
صناديق الاقتلاع وصناديق الانتخابات عندما كان هناك صناديق صادقة وصناديق شفافة وصناديق نزيهة. أما أن تكون هناك انتخابات مزورة وانتخابات يعني يجبر الإنسان فيها على التصويت بنعم أو نعم، هذه لم تعد انتخابات. نحن نتحدى بشار الأسد ونتحدى أي شخصية أخرى أن يكون هناك انتخابات حقيقية حرة ونزيهة في سوريا. هذا يستدعي أن يعود جميع المهجرون، وهذا يستدعي أن يفرج عن جميع المعتقلين، وهذا يستدعي أن تكون هناك انتخابات حرة ونزيهة تشرف عليها جهات حيادية ليست منحازة إلى هنا وإلى هناك، وأن تكون هناك أجهزة أمنية حرة ونزيهة، وأن يكون هناك جيش محايد. هذا ما كان يدعى إليه، وهذا ما كان بشار الأسد يرفضه على مدار السنوات. لذلك الادعاء بأن بشار الأسد ومن قبله أبوه حصل على الحكم من خلال الصناديق الاقتراع، يعني هذا الأمر ما أدري إلى متى يعني نحن نكرر مثل هذا الكلام الذي يعلمه قائله قبل غيره أنه غير صحيح. نحن نقول إذا أراد الناس للشعب السوري أن يعيش حياة حرة وكريمة، على بشار الأسد رقم واحد على بشار الأسد أن يتنحى، لأن بقاؤه في الحكم رئيسا لسوريا لا يمكن على الإطلاق. لا يمكن لإنسان تسبب في دمار البلد، لا يمكن لإنسان تسبب في قتل أكثر من نصف مليون ابن آدم، وتسبب في هجرة يعني قسرية لأكثر من 8 مليون إنسان مواطن، لا يمكن لهذا الإنسان أن يكون مرشح لانتخابات قادمة. إذا أراد بشار الأسد، وأنا الآن من خلال منبركم الميادين أتحدى وأقول، إذا كان لدى بشار الأسد وطنية لسوريا وانتماء لسوريا وانتماء لطائفته، أقول فليتنحى عن الحكم وليترك سوريا للسوريين، ولتكن صناديق الانتخابات حرة ونزيهة وشفافة، وليفوز من ينتخبه الشعب السوري، كل الشعب السوري وليس فقط فئة من الشعب السوري. نعم، بكل الأحوال يعني نحن حديثنا في هذه الحلقة هي منبر لقراءة سياسية وتحليلية لكل السنوات التي مرت أو السنوات الثلاث التي مرت على الأزمة السورية. بكل الأحوال حتى موضوع الانتخابات الرئاسية هي أمر يقرره الشعب السوري، وهذا إجماع دولي وإجماع محلي، ويعني استحقاق سيخوضه السوريون بكل الأحوال بعد أيام قليلة. فاصل قصير أعزائي المشاهدين ونعود لمتابعة حوار مجددا بضيوفنا من دمشق الدكتور مهدي دخل الله وزير الإعلام السابق، ومن باريس رئيس هيئة التنسيق الوطنية في المهجر، وكان معنا الأستاذ ملهم دروبي عضو المجلس الوطني السوري ولكن غادرنا بسبب ارتباطاته لهذا اليوم. يعني ضيفي الكريمين، سأطرح سؤال يعني الإجابة منكما من فضلكما. كان هناك روايتان لاندلاع الأزمة السورية ولا تزال يعني متداولة أو متداولتان هاتان الروايتين. الأولى تقول بأن لو الحكومة منحت المتظاهرين السلميين بعض الإصلاحات لانتهت القضية عند هذا الحد، ودخلنا في عملية إصلاحية ربما تكون طويلة ولكن وفرنا على الأقل على سوريا ما تشهده اليوم. وهناك الرواية المقابلة لدى الحكومة التي تقول بأن الأمر ليس قصة إصلاحات، لأن الحكومة قد يعني قالت أو نادت أو حتى ربما قررت إصلاحات، وأنه منذ بدء اللحظة الأولى كان هناك إصرار على إحراق البلد بدليل دخول المسلحين، وبأنه في كل حراك في أي منطقة كان هناك إحراق لمباني البلديات والمخافر وكل رموز النظام في أي مكان يدخله المسلحون أو يكون هناك فيه حراك حتى سلمي، وأن العسكرة كانت منذ اللحظة الأولى بدليل مجزرة جسر الشغور وأيضا السلاح الذي وجد في الجامع العمري في درعا. أبدأ معك دكتور هيثم مناع، تفضل. بحب أقول مسألتين بس للنقاش اللي دار حول مسألة الانتخابات. نحن لا نعتقد بأن هناك شيء اسمه ديمقراطية الانتخابات. ديمقراطية الانتخابات هي المسخ العالم ثالثي لديمقراطية المؤسسات الأساسية لبناء أي عملية تحول ديمقراطي مدني جديرة بالكلمة. لذلك النقاش حول
مسألة أنه كان في انتخابات أو سيكون ومراقب وبيجي السيد جيمي كارتر هو ومجموعته وبيراقبوا، نحن نعرف كيف نراقب. أنا من 25 سنة وأنا براقب بالانتخابات وأعرف كل ألعاب الانتخابات في بلدان العالم الثالث، من شراء الأصوات إلى شراء الذمم إلى شراء الهويات الشخصية. وبالتالي لا يوجد شيء اسمه ديمقراطية الانتخابات. هناك هي كلمة الصندوق هي كلمة خادعة. لما تكون السلطة القضائية في سوريا ب70% منها أعضاء في حزب البعث، كيف يمكن أن نتحدث عن سلطة قضائية مستقلة؟ وكيف نتحدث عن تحول من نظام أمني إلى نظام ديمقراطي؟ لحد الآن ما تغير شيء بالجهاز القضائي السوري، بالعكس يعني الأنظف الناس انشقوا. وبالتالي نحن أمام جهاز قضائي بحاجة إلى نفض، مش إصلاح، نفض، حتى يكون هناك سلطة قضائية جديرة بالتسمية يمكن أن تراقب عملية انتخابية. لأنه في دول العالم الثالث إما بنعمل مثل فنزويلا منشكل بودار إلكترال، يعني سلطة انتخابية نعطيها نفس صلاحيات السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية، أو بدنا نكلف السلطة القضائية بأن تكون هي الرقيب والحسيب في قضية الانتخابات. لم يحدث أي تغيير في السلطة القضائية السورية. إذن نحن أمام أحد أضلاع المثلث لفصل السلطات غائب. المثلث الثاني الانتخابات التي جرت بين 60 قوس لمجلس الشعب. نحن قلنا أي إجراء أحادي الجانب، وفي أوضاع كالتي تعيشها البلد لن يعطي مجلس شعب له الحد الأدنى من التمثيل. ونعرف أن البعض نجح ب34 صوتا، والسيد مهدي يعرف أكثر مني كيف جرت الانتخابات. وبالتالي لا يمكن في ظرف يعيش فيه أكثر من نصف المجتمع خارج الإنسانية، مش خارج التفكير السياسي، خارج الوضع الإنساني، أن نتحدث في انتخابات. هي مسألة أساسية لا يمكن أن يقبلها أي إنسان عاقل يشارك في عمل عام. المسألة الثالثة، نحن بالنسبة لنا كان لدينا من البدء برنامج واضح للإصلاح، وهذا البرنامج في حزيران طرح بشكل واضح من أكثر من 350 شخصية وحزب سياسي لها تقاليد ونضال 40 سنة على الأقل. وكان هذا البرنامج ما هو برنامج تعجيزي، وإنما برنامج قابل للتحقق. وكان هناك صلة لإيصال هذا البرنامج حتى للدكتور بشار الأسد، ولكن في لحظة ما قال للوسيط اللي كان مناف طلاس، قال له أنت بتشتغل عندهم ولا عندي؟ يعني بمعنى كان في رفض للأطروحات السياسية لحل سياسي من قمة السلطة. ففي عنا مشكلة. نحن قلنا منذ اليوم الأول لا يمكن أن يكون الحل إلا بتسوية سياسية تاريخية من اليوم الأول. أنا وحسين العودات قلنا هذا الكلام في إحدى الندوات، كنا لساعتنا بالشهر الثاني، وحتى اليوم لم نغير وما زلنا نقول. الآن لحسن الحظ بعض أعضاء الائتلاف يقولون بأنه الحل العسكري مستحيل ووهم، وصلوا للاستنتاج تبعنا بعد 3 سنوات. كويس، على الآخرين يصلون أيضا. لكن ما بالإمكان في سوريا أنه يكون في حل غير سياسي. وهذا الحل السياسي لا يمكن أن يقوم على الترقيع، مش بمعنى بدنا نستلم سلطة. نحن لسنا مرشحين لأي منصب، نحن نناضل من أجل أن يكون هناك مؤسسات في البلد جديرة بدولة قانون، جديرة بتعريف المواطنة، جديرة بإعادة جمع النسيج المجتمعي اللي مزقته الحرب، بحيث يكون كل إنسان منا مواطن له الحق والقدرة على أن يكون في أي موقع وفق الكفاءة وليس وفق السلطة والقدرة والمال. طيب، سواء كان هذا المال خارجي أو كان داخلي. طيب دكتور هيثم، فالمشروع اللي عم نطرحه
نعم، ولكن لم تجبني على السؤال. يعني هناك رواية لدى الحكومة بأنه لا، من البداية كان في تصلح وكان في رغبة بأن يدخل السلاح وعسكرة الحراك، وبأنه مثل ما قلت لحضرتك بدليل مجزرة جسر الشعور، بدليل السلاح في الجامع العمري، بدليل إحراق كل رموز النظام في أي مكان كانت تخرج فيه حتى المظاهرات السلمية. يعني كل هذه المؤشرات ألم تكن يعني تخلق توجس ربما لدى الطرف الآخر ولا يصدق أنها مجرد فقط تظاهرات سلمية وخروج من أجل مطالب محقة، وخاصة بأن النظام أيضا يرد بأنه هو عمل قوانين ودستور جديد وقانون للأحزاب، كل هذه الإصلاحات التي يعتبر النظام بأنه هو تقدم فيها حتى على المطالب التي كانت يعني تحكى في الشارع أو ينادى بها في شعارات الحراك. سأعطيك مثل بسيط. قبل دخول الجيش السوري إلى مدينة درعا بثلاثة أيام، قرب كوم غرز بين أم الميادن ودرعا، قام ثلاث شبان بعملية قنص لسيارة مخابرات وقتل من فيها، كانوا ثلاثة. عندما عادوا هؤلاء إلى درعا تم تخييرهم بين أن يسلموا أنفسهم إلى السلطات أو يغادروا سوريا من قبل اللي منسميهم الكبارية واللي كانوا فعلا فاعلين في الحراك الشعبي. هذا مثل بسيط ولدينا أمثلة عديدة. الأغلبية الساحقة من الحراك كانت مدنية وسلمية، ولذلك أنا لما بدأت الحملة الإعلامية قلت على الجزيرة قبل أن أنفى من الجزيرة نهائيا، قلت توقفوا عن التجييش والتجحيش، لأنه بالفعل صار في عنا حملات إعلامية لتعطي صورة قيمية لعملية التسليح وتعويم لما يسمى الجيش الحر. وصرنا هنا في الغرب Free Army is beautiful، الجيش الحر هو كل شيء جميل. ووصلنا إلى قبل أن آتي إلى هنا أقرأ، نفى أبو دجالة الكويتي أمير مسكنة وأبو حفص المصري أمين جرابلس ضلوع داعش في قتل أبو خالد السوري. وصلنا لهون. هذا التسلح من أول يوم قلنا سيكون مصيبة على البلد. نعم. ولن لا يمكن لا تنتصر ديمقراطية ولا مدنية ولا بشرية فيه. طيب الآن أصبح مصيرنا بأيدي غيرنا، وأصبح المقاتل السوري مملوك عند هؤلاء. بكل الأحوال هو نقاش، هذا هو الوضع الذي أوصلنا إليه التسلح. نعم. طيب بكل الأحوال أنتقل إليك سريعا دكتور دخل الله قبل أن نذهب إلى فاصل. يعني لماذا لم تسمح الحكومة بهامش لعمل المعارضة، على الأقل من تسمونها بالمعارضة الداخلية والوطنية، وهي التي يعني تقاطعت مع الحكومة السورية في لا للعسكرة لا للتدخل الخارجي، وأيضا يعني لا حتى يعني رفض العنف بمطلق الأحوال. لماذا لم يكن هناك هامش لمثل هذه المعارضة؟ طبعا قبل ذلك اسمحي لي أن أبدي بعض الملاحظات. يعني الدكتور هيثم إذا يريد روايات تفصيلية فليسمع الرواية الحقيقية من مفتي درعا، تكلم بها أكثر من مرة، وكيف اعتدي على قوات الأمن غيلة وهم لم يكونوا مسلحين إلى آخره. لا نريد أن ندخل في هذه، لا نريد أن ندخل بقضايا الذبح وقتل الأطفال وقتل النساء وأكل الكبود وإلى آخره. لكن المهم أن الدكتور هيثم قال أن النظيفين في النظام انشقوا. يعني الحمد لله كان في بالنظام بعض النظيفين. أنا شخصيا كنت سفيرا في الرياض وعرضوا علي الانشقاق بمبالغ هائلة، وقلت أنا لا أنشق عن وطني ولو عرض علي مال الدنيا. لذلك أنا من أولئك الذين ليسوا نظيفين يعني، وبقيت مع النظام أو مع الوطن. على كل حال بالنسبة لسؤالك، يعني السلطة القضائية تكلمت. نعم. على كل حال المنشقين أو الفارين أو إلى آخره مسألة مشكلتهم، هي في من جميع الأطراف وفي من جميع الأنواع. في ناس حتى هاجروا لكي لا يعيشوا الأزمة ولا يعيشوا المأساة مع وطنهم إلى آخره. لكن بالنسبة لسؤالك، ليس المهم الآن وصف الحالة، الحالة أصبحت موصوفة، لكن المهم الخروج من هذه الحالة، المهم إيجاد حل. ننتقل من الجانب الوصفي إلى جانب إيجاد دواء وحل.
طبعا الحكومة السورية، الدولة السورية بدأت يعني منذ بداية الأزمة تقريبا باللقاء مع الناس، ويعني لاحظي مثلا كل الدول في حالات الحروب وفي حالات الاستثنائية تنشئ محاكم خاصة وتنشئ محاكم أمن دولي. سوريا ألغت هذه المحاكم في إطار الأزمة، وضعت دستور جديد، وضعت إصلاحات بنيوية، قانون أحزاب، قانون إعلام. قد لا يكون كامل هذه الأمور، لكن هي بحاجة لمناقشة مع من يريد. والأهم من ذلك أن الرئيس الأسد قبل عام تقريبا في الشهر الأول من في كانون الثاني العام الماضي طرح مبادرة بأن يكون حوار وتوصل إلى ميثاق وطني يكون حكم لنا جميعا، وعلى أساس هذا الميثاق الذي يعرض بالاستفتاء على الشعب السوري. يعني أنا أرجو من الجميع في الخارج كفاية إهانة للشعب السوري، وكأن الشعب السوري لا يفهم في السياسة، وكأنه مسير، وكأنه مضغوط عليه، وكأنه مستعمر ومستعبد من رجل واحد أو من حزب واحد. يا أخي هذا الحزب إجا من السماء، هناك 3 ملايين بعثي الآن، والآن لا أتحدث مع المؤيدين مع إلى آخر، هناك الجيش الوطني الذي خدمنا فيه جميعا. هل هو هذا جيش يعني جاء من لا أعلم من أين، من كوريا ولا من منغوليا ولا من المريخ؟ دكتور كل جندي، كل جندي سوري له عائلة وأسرة من 5 أو 6 أو 7 أفراد، أضرب أعدادهم في أعداد أسرهم، فهذا هو الشعب السوري. طيب. فلماذا نحن نريد فقط عبر الديماغوجية التحدث عن قضايا فقط شعاراتية وفقط مهاترات؟ طيب. يعني دكتور مهدي بفضلك، دكتور مهدي، بس أنا مضطرة أن أذهب إلى فاصل قصير ونعيد يعني ونكمل الحوار معك. فاصل قصير ونعود. مجددا أعزائي المشاهدين، دكتور دخل الله، يعني قبل أن نكمل في السؤال الذي كنت تجيب عليه أيضا بالمقابل، على ضوء التحضيرات في مجلس الشعب أو بالأحرى إقرار قانون انتخابي وإجراء انتخابات رئاسية، قال الأخضر الإبراهيمي بأن هذه الانتخابات ستنصف جنيف لأن المعارضة لن تحضرها، أو حتى في القانون الانتخابي يعني من الواضح أن هناك مجموعة من القيود التي ربما تحرم على من هو في الخارج بأن يشارك في هذه الانتخابات. إذا كان الحديث سيجري عن حكم انتقالي وقد وافقت الحكومة عليه في جنيف، لماذا الآن يتم الانتخابات الرئاسية، أو حتى لماذا هي الانتخابات الرئاسية بمطلق الأحوال؟ طبعا يعني هناك من يسأل. يعني غريب، إذا صار انتخابات ما بيسوى، وإذا ما صار انتخابات ما بيسوى، ما يعني ما بعرف. ما في لدينا دستور ولدينا استحقاق دستوري والشعب يختار. حتى في الدستور السوري يعني من شروط الانتخابات أن يكون أكثر من مرشح. على سبيل المثال في قانون الانتخابات المصري الجديد يمكن أن يكون مرشح واحد، يعني ممكن أن يتحول الانتخاب أو الاقتراع إلى استفتاء، لكن في سوريا من الضروري أن يكون أكثر من مرشح لكي يستطيع الشعب أن يعبر عن خياره الحر. فهذا هو استحقاق دستوري من جهة، ومن جهة ثانية يعني من جهة وظيفية ومضمونية هذه فرصة لمعرفة رأي الشعب الحقيقي فعلا. يعني في دمشق في 5-6 مليون إنسان، وهم فعلا أنا ألاحظ يعني جيراني، أنا يهمني جيراني وأصدقائي وزملائي أكثر مما يهمني الإبراهيمي وجنيف والولايات المتحدة والأمم المتحدة والآخرين. هذه سوريا بلد قائم ووطن حر ودولة قديمة، هي الدولة الأولى المستقلة في المنطقة، لذلك هناك استحقاق دستوري الشعب يعبر فيه عن رأيه. وبدل أن يعني الجميع يشكر هذا التوجه، هناك انتقادات لماذا تكون انتخابات، يعني لا تريدون انتخابات. يعني أنا أسمع الآن أن الديمقراطية هي زائفة، طيب شو نرجع الدكتاتورية، يعني نصير دكتاتوريين، نصير استبداديين؟ أن هناك في يعني أنا أعلم أن الديمقراطية ما زالت لها مشاكلها وسلبياتها حتى في الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وفي كل مكان، ولم يصل أي بلد إلى المدينة الفاضلة. لكن نحن السؤال، هل نطبق المعايير التي تطبق في العالم أم لا؟ هذا هو السؤال. وأنا يعني لدي هنا نسختين من الدستور السوري والدستور الفرنسي. دكتور دخل الله، بس لأنه لم يبقى معي وقت ومضطرة أسأل دكتور هيثم مناع، برأيك كيف سينعكس الصراع القطري السعودي على سوريا وعلى المعارضة بشكل عام، وهل سيؤدي إلى انقسامات جديدة ربما داخل الائتلاف؟ وماذا عن القرار الملكي يعني الذي ربما وضع الأخوان المسلمين على قائمة الإرهاب، هل سيؤدي ذلك إلى تغيير في الدور السعودي وربما تحجيم دور الجماعات الجهادية في سوريا؟ بسرعة من فضلك لما يتبقى سوى دقيقتين.
لا، في دقيقة بدي أقول فيها أنه أنا أعرف بأن الأخ مهدي يعرف بأن هناك فرق بين ديمقراطية المؤسسات وديمقراطية الانتخابات، فما يطلعنا دكتاتوريين، لأن بدنا ديمقراطية حقيقية. طيب ماذا عن القرار الملكي؟ ضروري، نحن صار في تدويل، صار في تدويل للقضية السورية، وبالتالي نحن نتأثر بأوكرانيا كما نتأثر بالصراع السعودي القطري بالتأكيد، والانعكاس نتمنى أن يكون إيجابيا، لكن حتى يكون إيجابي أظن بأننا بحاجة إلى قمة سعودية إيرانية، لأنه وقتها بالتأكيد ممكن أنه يكون في تحجيم على الأقل إذا لم نقل قطع للصهريج المالي اللي عم بيمر، واللي هو اللي عم يشعل النار الآن في عدة مناطق، واللي عم يخون أول ما يخون ما خرج الشعب السوري من أجله أي دولة ديمقراطية مدنية. طيب ووضع الأخوان دكتور منا؟ بأطروحات جهادية ومتطرفة. وضع الأخوان في المعارضة. المجتمع السوري بها. طيب وضع الأخوان في المعارضة كيف سينعكس القرار الملكي؟ أنا لا أحسدهم على وضعهم، وليس من عادتي أن أضرب على الثور المذبوح. نعم. لكن حقيقة الوضع اللي هن فيه الله يعينهم عليه. طيب شكرا جزيلا دكتور هيثم مناع رئيس هيئة بكل المعاني يعني. طيب شكرا جزيلا لك دكتور هيثم رئيس هيئة التنسيق الوطنية المعارضة في المهجر، كنت معنا من باريس. وأيضا الشكر الجزيل لك دكتور مهدي دخل الله وزير الإعلام السابق، كنت معنا من دمشق. وأيضا كان معنا الأستاذ ملهم دروبي عضو المجلس الوطني السوري المعارض من اسطنبول. شكرا لكل من ساهم في إنجاز هذه الحلقة، دمتم على طيب المتابعة. إلى اللقاء.